السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد من دروس اللغة العربية والفصل الدراسي الثاني مع الوحدة الأولى منه، والتي هي بعنوان قيم وسلوكيات. أبنائي بناتي، نحن الآن مع الدرس الثاني وهو بعنوان من أعمال البر. هذا الدرس عبارة عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة. أبو هريرة صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكني أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة، وكان من فقراء الصحابة، وكان ينتمي لأهل الصفة، وأهل الصفة هم جماعة من الفقراء الذين كانوا يجلسون دائما بجوار الكعبة يتعبدون لله سبحانه وتعالى ويذكرونه، وكان ينفق عليهم أو كان يساعدهم أغنياء مكة. يقول أبو هريرة في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. مرة أخرى أبنائي بناتي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كما نرى أبنائي بناتي، الحديث كله يتكلم عن أنواع البر في الإسلام، والبر هو كل أنواع الخير، ومن الخير توجيه الصدقة في أمور متعددة. فالإسلام يحثنا جميعا على فعل الخير مع من يستحق ومن لا يستحق، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم حين قال: إفشاء السلام على من عرفت، أو إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا يعد من أنواع الخير. تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا فيه خير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، هذا فيه خير. إذن الإسلام ما جاء إلا ليدعو الناس إلى فعل الخير. هذا الحديث يبين لنا أوجه الخير في الإسلام، وهي كثيرة. فيقول أنه ما من جزء صغير في جسم الإنسان إلا وعليه صدقة. فكلمة سلامة مثلا هنا معناها عظام الأصابع في اليد والقدم، الأجزاء الصغيرة في جسم الإنسان كالعضلات والأعصاب والعظام الصغيرة والفقرات وغير ذلك في جسم الإنسان، كل جزء في جسم الإنسان عليه صدقة.
والصدقة هي ما يعطى للفقراء تقربا إلى الله تعالى، والمقصود هنا العطاء. كل يوم تطلع أي تشرق فيه الشمس تعدل أي تحكم مثلا أو تساوي بين شخصين مثلا متخاصمين، تأخذ للمظلوم حقه من الظالم، كل هذا من العدل، تعدل بين اثنين لك به صدقة. تعين أي تساعد، ومضادها تخذل أو تترك. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تساعد الرجل الذي مثلا يريد أن يحمل شيئا على دابته، على دراجته، على وسيلة المواصلات مثلا التي يريد أن يركبها أو يحمل عليها شيئا، يريد أن يحمل شيئا على ظهره. كل هذه الأمور إذا ساعدته وحملت معه أموره أو حملت معه متاعه على دابته أو على ظهره أو على كتفه أو أي شيء من هذا وهو من باب المساعدة، فلك به صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمل عليها، أي تعينه في ركوب الدابة إذا لم يستطع الركوب مثلا، أو ترفع له عليها متاعه، أي تعينه في أن يرفع على دابته الطعام مثلا، أثاث البيت، أي شيء يريد أن يحمله ويرفعه على دابته، لك به صدقة. والكلمة الطيبة أيضا صدقة. الكلمة الطيبة هنا كل كلمة ينطق بها الإنسان يريد بها خيرا، كالأمر بالمعروف، كالنهي عن المنكر، كنصيحة الناس، كالدعوة إلى الإسلام، مثلا العدل بين الناس، كل هذه كلمة طيبة لك به صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذا توضأ الإنسان في بيته وأسبغ الوضوء أي أحسنه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة، ثم دخل المسجد وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، فهو في صلاة ما لم يحدث. كل هذه الأمور يأخذ الإنسان عليها أجرا، له به صدقة. أيضا إذا خرج الإنسان من بيته متوضئا وأحسن الوضوء قاصدا الصلاة، فله بكل خطوة يمشيها إلى المسجد يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. إذن المشي إلى الصلاة فيه خير كثير. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى أي رفع الأذى وإبعاده، إبعاد الضرر عن طريق الناس، لك به صدقة. كما نرى أبنائي بناتي هناك وجوه كثيرة وأنواع كثيرة للصدقات، كما نرى أيضا أن الصدقات التي أمامنا نستطيع أن نقسمها من حيث القول والعمل. فهناك صدقات نسميها صدقات قولية، وهناك نوع آخر نسميه الصدقات الفعلية. فمثلا العدل بين الناس هذه صدقة قولية، الكلمة الطيبة هذه صدقة قولية. أما مثلا إعانة الرجل في حمل متاعه هذه صدقة فعلية، المشي إلى الصلاة هذه صدقة فعلية، إماطة الأذى عن الطريق هذه صدقة فعلية. إذن نستنتج من هذا أن الصدقات ليست في المال فقط. لا يمكن مثلا أن يقول إنسان أنني ليس معي مال حتى أتصدق به على الفقراء والمساكين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا على فعل الخير والصدقات
وكما نرى وكما قلنا أن الصدقات هنا ليست مقتصرة فقط على المال، وإنما أيضا على نجد الصدقات في القول، ونجد الصدقات في الفعل، بإطعام الناس، بمساعدتهم، بالكلمة الطيبة، بإماطة الأذى، بالمشي إلى الصلاة، بالعدل بينهم، وهكذا. كل هذه الأمور من سماحة الإسلام ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الإسلام بالمسلمين، أنه نوع وعدد في الصدقات حتى يستطيع من لا يستطيع أن يتصدق يجد فرصة في التصدق على غيره. نأتي الآن أبنائي بناتي إلى شرح الحديث. فنقول أن نعم الله عز وجل على الإنسان كثيرة، أكثر من أن تعد أو أن تحصى. في هذا الحديث الشريف يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية شكر الله عز وجل على بعض نعمه، فيخبرنا صلى الله عليه وسلم أن كل يوم يمر على الإنسان عليه أن يتصدق بصدقة تقابل كل عضو من أعضائه أو مفصل من مفاصله وعظامه. وقد ذكر لنا أن لكل إنسان 360 مفصلا، تعتبر هذه الصدقات بمثابة شكر الله تعالى على نعمه العظيمة والكثيرة والمتعددة. والشكر نوعان: شكر واجب وله صدقة واجبة، وشكر مستحب وله صدقة مستحبة. أما الشكر الواجب فهو الذي يسلم فيه الإنسان من الإثم، فلا يستعمل هذه الأعضاء في معصية الله عز وجل، أو يسلم من ترك أداء الواجبات فيستعمل هذه الأعضاء في أداء الواجبات. فكل فاعل للواجب تارك للمحرم في يوم قد أدى شكر ذلك اليوم الواجب عليه تجاه بدنه. كل إنسان يفعل الواجب ويترك الشيء المحرم في يوم من أيامه فإنه قد أدى شكر يومه، قد أدى شكر ذلك اليوم الواجب عليه تجاه بدنه. بعد ذلك أبنائي بناتي، نقول أن الشكر المستحب هو أن يأتي الإنسان بأنواع الصدقات المستحبة، سواء كانت قولية أو عملية أو مالية، ويأتي بنوافل العبادات المتنوعة كصيام يوم الاثنين والخميس، كصيام 3 أيام من كل شهر، كصيام 10 أيام من ذي الحجة، كصيام يوم عرفة، كصيام يوم عاشوراء، كمثلا صلاة السنن الرواتب أو السنن المستحبة التي كان يحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كقيام الليل، كقراءة القرآن. كل هذه عبادات متنوعة كالإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من العبادات المتنوعة التي يستحب الإنسان فعلها، لأن بكثرتها يزداد أجر الإنسان وترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أمثلة لهذه الصدقات، فيبين لنا أن الصدقة لا تقتصر على إنفاق المال فقط. من هذه الصدقات كما قلنا أو كما قرأنا في الحديث العدل بين الناس، سواء كان ذلك بالإصلاح بينهم أو الحكم بينهم بالعدل، ومساعدة الآخرين كأن تعين إنسانا في حمل متاعه أو إصلاح شيء، أو تساعد كبير السن أو المحتاج أو غير ذلك. كما أن الكلمة الطيبة، وهي نوعان: كلمة طيبة في ذاتها، وكلمة طيبة في غايتها. فالكلمة الطيبة في ذاتها أو بذاتها مثل ذكر الله تعالى وقراءة القرآن وغير ذلك، وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة، كأن يتحدث الإنسان مع الناس
بقصد مثلا إيناسهم والتخفيف عنهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبا بذاته لكنه في غايته طيب. أيضا من أنواع الصدقات المشي إلى الصلاة، فكل خطوة يخطوها الإنسان إلى الصلاة ترفعه درجة كما قلنا وتحط عنه خطيئة. ومنها أيضا إماطة الأذى عن الطريق، فإبعاد ما يؤذي الناس عن الطريق صدقة، سواء كان هذا الشيء الذي يؤذيهم حجرا أو شوكا أو قشر موز أو غير ذلك. نأتي الآن أبنائي بناتي إلى مظاهر الجمال في هذا الحديث الشريف. مع المظهر الأول، كل سلامة من الناس عليه صدقة، تعبير جميل يفيد الشمول والعموم ويدل على وجوب الصدقة. وكلمة صدقة هنا نكرة للشمول والعموم، كل أنواع الصدقات القولية منها والعملية والمالية. كل يوم تطلع فيه الشمس تعبير جميل يدل على استمرار الصدقات يوميا. تعدل بين اثنين صدقة تعبير جميل يدل على أهمية العدل والإصلاح بين المتخاصمين وتفصيل لما قبله. تعين الرجل في دابته تعبير يدل على أهمية مساعدة الآخرين. ترفع له عليها متاعه تعبير جميل يحث على التعاون ومساعدة الآخرين. الكلمة الطيبة صدقة، شبه الكلمة الطيبة بالمال الذي نتصدق به. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة تعبير جميل أيضا يدل على مداومة المشي واستمرار المشي إلى الصلاة. تميط الأذى عن الطريق صدقة تعبير جميل فيه حث على تأمين سلامة الناس والمحافظة على جمال البيئة. إلى هنا أبنائي بناتي نكون قد انتهينا من هذا الدرس. إلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.